مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. مش عارفة اقول لكم ايه، بس عايزة اقول لكم انا نازلي خبر مش لطيف. انا اعتزلت وارتبطت وفسخت من واحد وارتبطت واحد تاني وحاجات كده، حوارات غريبة جدا. معرفش الناس بتجيب الاخبار منين، بتتكتب ازاي، بس هي المشكلة ان الواحد بيتضايق اما الناس بتنزل اخبار من غير ما يسألوا الفنان نفسه. بيرجعوا يقولوا منا ترتبط كتير وبتتجوز كتير وعندها مشاكل. انا بقول لكم اهو دلوقتي انا مفيش ارتباط، لو في ارتباط انا هقول بلس انه انا ما اعتزلتش. انا اعتزلت مره واحده جدا، هي دي بس المره اللي فاتت، لان كنت بمر بظروف مش لطيفه واعتزلت الناس وبشتغل ونزلي مسلسل في رمضان رجل لهذا الزمن مع مدام نعم محمد علي. فاذا عايزين تعرفوا اي اخبار او تفاصيل او اي ديتيلز كامله من البيج بتاعتي، الاوفيشال بيج بتاعتي، يا اما من البروفايل بتاعي الاساسي، دي كل الديتيلز ممكن اقدر اقولها لكم. واسفه اذا بتسمعوا اخبار مش حلوه، بس انا ماليش شد فيها.